السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من وجهة نظر. بمجرد ما حادث القطاع حصل في رمسيس انهالت على السوشيال ميديا وعلى القنوات التلفزيونية واليوتيوبية فيديوهات ضد مصر من إعلام الإخوان من قطر ومن تركيا، وكأنهم كانوا مجهزين الفيديوهات دي مقصوصة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيقول أدفع 10 مليار ليه وأنا أحطهم في البنك. قلنا قبل كده إن الفيديو ده مقصوص ومغلوط وعرضنا الفيديو الكامل، وما نسيوش بطريقتهم يحملوا رئيس السيسي ذنب اللي حصل وذنب الناس اللي ماتت، وكالعادة تحقيره وتقزيم للدولة المصرية وتصويرها كأنها جحيم، بيتكلموا على مصر وأكنها دولة عدوة ليهم، عدوة لقطر العربية الإسلامية وعدوة لتركيا الإسلامية. مصر بقت عدوة ليهم وعدوة لإعلاميهم، في نفس الوقت اللي التطبيل والتزمير والرأس شغال لأردوغان وتركيا الله ينور. تركيا وحزب العدالة والتنمية اللي بيتقال عليه إن تركيا بقت جنة الله في الأرض في عهده، وإن استحالة إنه حوادث زي دي تحصل في تركيا لأن تركيا دولة، انما مصر مش دوله. ده طبعا غير المطبلاتيه الابيضه زي احمد بحيري وعبد الله الشريف ومحمد الصغير ووليد يغنيم وكبير المنافقين صابر مشهور، هجوم كاسح على الدوله المصريه وسوء ادارتها لمرفق السكك الحديديه. طب ما تيجي نشوف سجل حوادث القطارات في تركيا اللي انتوا بتشيدوا بيها وباداره اردوغان ليها اللي خلاها حته من الجنه. مش هكلمكم على حوادث القطارات في تركيا قبل اردوغان، لا، ده انا هكلمكم عن حوادث القطارات في تركيا من وقت ما مسك اردوغان وبس، ونشوف تركيا اكتر ولا مصر. تركيا الدوله الاوروبيه المتطوره اللي واحده من دول الجي 20، ولا مصر الدوله اللي بتتزيل الترتيبات السياسيه والاقتصاديه على مستوى العالم حسب تصنيفاتهم اللي بيقولوها دايما؟ تعالوا نشوف. 22 يوليو سنه 2004، خروج قطار سريع عن القضبان في رحله من انقره لاسطنبول عند بلده باموك اوفا في مدينه سكاريا. القطر انقلب ومات 41 واحد واصيب 74 واحد. 27 يناير 2008، خروج قطار ركاب عن مساره في رحلة من اسطنبول ومدينة دينيزلي ووفاة 9 من ركابه. 27 أغسطس سنة 2009، اصطدام قطار في رحلة من اسطنبول لمدينة أسكي بماكينة عمل في السكة الحديد، وده أسفر عن وفاة 5 أشخاص. 8 يوليو سنة 2018، يعني لسه السنة اللي فاتت، مش حاجة بعيدة، خروج قطار ركاب عن القضبان في منطقة أوزون كوبري بمدينة أردنا. القطر ده كان فيه 362 مسافر وست عمال. القطر كان رايح اسطنبول، ولما خرج عن القضبان الخروج ده أدى لانقلاب 5 عربيات منه بالقرب من حي اسمه حي سريلة، وأسفر عن مقتل 24 شخص وإصابة 318 آخرين. 13 ديسمبر سنة 2018، يعني برضه السنة اللي فاتت من شهرين ونص بالظبط، قطر دخل في عربية جار نتيجة خطأ بشري من عامل التحويلة وهو على سرعة 80 كيلو. عامل التحويلة كان اسمه عثمان. الحادث ده أسفر عن 9 قتلى و43 مصاب. في تركيا لقي 9 أشخاص على الأقل حتفهم بعدما اصطدم قطار سريع في رحلة بين أنقرة وقونيا وسط تركيا بقاطرة كانت تقوم بكشف روتيني على سكك الحديد. بيان لمحافظ أنقرة أشار أيضا إلى إصابة 47 شخصا بجروح، بينهم 3 حالتهم حرجة، وأشار إلى فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث. وزي ما أنتم شايفين خبر من موقع الجزيرة بيقول أن الحكومة التركية حبست موظفين في السكة الحديد نتيجة للخطأ البشري، يعني برضو في تركيا اللي بيشيل الموظفين الغلابة. ما سمعناش بقى اعلام قطر والاخوانجيه اللي قلبين الدنيا على مصر في كل حته بيتكلموا على الحوادث اللي حصلت دي، ولكنها حصلت ولا شافوها ولا سمعوها. ليه ما قلتوش اهمال اردوغان؟ حتى لو الخبر اتذكر فبيتكلموا على اهمال عامل بشري، اهمال موظف، اهمال سواق، لكن اردوغان ما اهملش واردوغان ما يشيلش الليل. اردوغان راجل مال ومال السكه الحديد، لكن السيسي في مصر يشيل اي ليله تحصل. لو واحد ضرب واحد بالقلم في خناقه في الشارع فالسيسي اللي هيشيلها. ليه ما قلتوش ان ده غضب من ربنا على اردوغان وحكومته، زي ما بتقولوا ان اللي بيحصل في مصر ده غضب من ربنا على السيسي وحكومته، برغم ان تركيا مصرحه ببيوت الدعاره وبتاخد منها ضرائب ومصر ما عندهاش الكلام ده. حتى اللي بيقولوا ان مصر فيها ملاهي في شارع الهرم فاسمها ملاهي، هي رأس مش قله ادب ودعاره. وبرضه تركيا فيها ملاهي واكتر من مصر، تركيا فيها شواطئ عراء ومصر ما فيهاش شواطئ عراء، تركيا بينها تعاون استخباراتي وعسكري ما بينها وما بين اسرائيل، مصر ما بتعملش كده، والتهمه دي حاولوا يزرعوها في مصر كتير وفشلوا. ليه ما بتقولوش ان اللي بيحصل في تركيا ده بيحصل لان رئيس تركيا صهيوني منقاد للصهيونيه زي ما بتقولوا الكلام ده على السيسي؟ صمتكم على اللي بيحصل في تركيا وكلامكم على اللي بيحصل في مصر في الظروف المتشابهه بيثبت عمالتكم وانصياعكم لاوامر الريال القطري. الريال القطري يخليك تتفنن بتشويه سمعه بلدك واظهارها امام العالم كله ان هي بلد سايبه. قبل ما انهي الفيديو احب اوريكم فيديو المعتز مطر بنفس ذات نفسه في حادث قطار حصل في مصر وقت الرئيس مرسي وهو موجود على قناه مصر الاخوانيه مصر 25. شوفوا بيتكلم ازاي على الموضوع، وشوفوا دلوقتي في حادث القطار بيتكلم ازاي على السيسي. وبعد الفيديو استنوني حاعلن التحدي. الشماعة، السبب، مين اللي هيشيل الليلة؟ المفروض اللي يشيل الليلة هو اللي هيصلح منظومة سكك حدد افريقيا. اللي هيشيل الليلة اللي بيبني خازوق في الصحراء وبياخد قرض عشان يعمل له قطار. المفروض المجرم يشيل الليلة، لكن طبعا احنا في مصر في ظل الحكم العسكري نبحث عن كبش الفداء.
عاملين المصيبة احنا كعصابة او مش عاملينها نتيجة اهمال شديد، نتيجة مصيبتنا، مش مهم. المهم انت عارف تماما كمصري مين اللي هيشيل. وعايز اقول لحضراتكم ان 10 حوادث قطارات كانت مع الوزير الجديد، وربنا ده رحيم رؤوف، ما بيعملش اي حاجة لينا الا بمقدمات، والمقدمات جاءت بدل مرة 9 لدكتور رشاد المتيني وحكومته، بدل المرة 9 تؤكد ان هناك خلل رهيب. 51 النهاردة طفل، 12 في حادثة تانية بالنقل وميكروباص، وما زالت مصر تنزف على الاسفلت وعلى شريط القطر. نحن جميعا نعلم مقدار ما ورثنا من هم من مبارك ونظام. طبعا شفتوا الحادثة حصلت وهو في مصر، فطبطب على الرئيس مرسي لانه بيقبض من جماعة الاخوان المسلمين. لكن الحادثة لما حصلت في عهد السيسي فهو كان في تركيا وبيقبض من تركيا. يعني لو كان موجود في مصر وبيقبض من السيسي ومن اعلام السيسي اكيد كان هيطبطب كده زي ما كان بيطبطب على رئيس مرسي. التحدي، هل تقدر يا معتز يا مطر تعمل حلقة خاصة ودخلة نارية كده زي اللي بتعملها على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخصوص حوادث القطارات اللي في تركيا في عهد اردوغان؟ ولا بتخاف من غضب الباشا التركي والكفيل القطري؟ تخاف حنفية الفلوس تتقفل عليك فتبقى على طول تبلح الشام والعنب اليمن؟ بسأل ربنا دايما انه يفضحكم كمان وكمان. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.